يا ما بنا العشق كبري واعلني بدء العزاء. فقد نادى المنادي من تحت عرش السماء: يا نادمين الحسين قد حل العزاء. إنها إطلالة مباركة يجسدها أبطال المسيرة الحسينية. مرحبا بكم أيها الشباب الطوعي، مرحبا بأبناء محافظة بيسان مديرية الشباب، مرحبا بكم وبتلك المسيرة المعباء، مسيرة يجسدها أولئك الفدية وهم يحملون صورا رمزية للقرآن الكريم. مرحبا بكم وأنتم تجددون عهدكم ونصرتكم لسيد الشهداء من أمام ذلك الصرح العظيم. الآن نستمع وإياكم إلى كلمة الأخ خادم الحسين حيدر. وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الحسين صلوات الله عليه وأهل بيته وأصحابه الغر الميامين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. في البدء نقدم أصدق وأخلص آيات العزاء والمواساة لسيدنا ونبينا ورسولنا الكريم محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله: من أجل الحسين نضحي بكل ما نملك، بكل فخر واعتزاز واقتدار وتوفيق من الباري عز وجل. فإن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي استمراراً لخط النبوة، وبها ثباتت واستقامة القيم الإنسانية. ولأجل إيصال رسالة إنسانية تكونت فكرة لشبابنا الفاعل لتأسيس حملة ناشطون في حب الحسين. هذه الحملة هي الأولى في العراق، وكان تأسيسها حب الوطن وخدمة الحسين عليه السلام. فهي حملة سنوية تنطلق في أيام الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة لتقديم مختلف الخدمات للزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إرشاد وتوعية وتنظيم السير ومشاركة للقوات الأمنية في نقاط التفتيش في كربلاء للحفاظ على انسيابية الزيارة المليونية. فيضم هذا التجمع الطوائف والقوميات من مختلف المحافظات العراقية، سواء كانت من الجنوب أو الوسط أو الشمال وحتى الغربية. وأخيراً نقدم شكرنا وامتناننا لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الحملة طوال السنوات السابقة، ونشكر جميع المؤسسات الحكومية التي مدت يد العون لنا في السابق، ونخص بالذكر شركة نفط ميسان لأنها الداعم الأكبر لنا في تأسيس هذه الحملة. انتهت الكلمة. والآن كما تعلمون أن اليوم هو الذكرى السنوية لانطلاقة انتفاضة الشعب العراقي وهي ثورة عاشوراء، فالرحمة والمغفرة لشهداء هذه الثورة المقدسة الخالدة، ونجدد عهدنا ولاءنا للقرآن الكريم.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الأخ خالد حسين بن عبد الله، فليتفضل على المنصة للتحكيم. ملشر